شهدت محافظة الوادي الجديد انطلاق أعمال المبادرة الرئاسية لصحة المرأة المصرية في المحافظات الحدودية. انطلقت المبادرة تحت شعار الست المصرية هي صحة مصر، حيث قدمت المبادرة دعما للمحافظات تتمثل في أجهزة حديثة للكشف المبكر عن أمراض الثدي من خلال وحدة الكشف المتنقلة والمجهزة بجهاز خاص بالاكتشاف المبكر لأمراض الثدي. يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في المحافظات الحدودية. بنطبق هنا مبادرة صحة المرأة من 2019، واستكمالا ولضمان واستمرارية وأهمية التشخيص والعلاج بالتعاون مع سيد دكتور وكيل الوزارة ووزارة الصحة، تم توفير عيادات المتنقلة الخاصة بأشعة الماموجرام، وكانت في الدخلة عشان تخدم أهالي الدخلة والفرافرة وبلاط الأسبوع اللي فات، والأسبوع دوت مستمرة لحد إن شاء الله يوم 9/2 برضو، عشان نظرا لكثافة السيدات على الكشف والعلاج وأهمية الموضوع بالنسبة للست المصرية. مبادرة صحة المرأة من المبادرات الأساسية اللي تتبع 100 مليون صحة، والدولة المصرية حريصة أن الست المصرية تلقى رعاية خاصة نظرا لأهمية الست المصرية في المجتمع. عندنا مبادرة صحة المرأة بدأت عندنا في الوادي الجديد من 2019 يوليو 2019، وكان عندنا مستهدف حوالي 84 ألف سيدة. طبعا احنا بيمروا بعدة مراحل في الرعاية الأساسية وفي المستشفيات. الحمد لله الوزارة وفرت لنا جهاز الماموجرام، ده جهاز أهميته كبيرة قوي في تشخيص وعلاج أمراض الثدي وخاصة الأمراض اللي هي السرطانية.